على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع تتواصل الأعمال في مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد بمتابعة مباشرة من مكتب رئيس الوزراء بهدف إنجاز المشاريع ضمن السقوف الزمنية المحددة، حيث تشهد الساحات كافة تصاعدا ملحوظا في نسب الإنجاز ولا سيما أعمال صب الركائز وأعمدة الجسور. عملنا مستمر جمعة خميس، أي يوم عطلة احنا بدنا نطلع ميداني ويا الشركات اللي تطلب من عندنا حضور ميداني، مثل تأمين قطعات، مثل الشفتات في كل المشاريع. وهذا توجيه من دولة الوزراء المحترم لغرض تحقيق الغاية من تنفيذ المشروع، الإسراع في تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المخطط ضمن الحزمة الأولى. وتيرة يعني متسارعة، عندنا سل الأعمدة وصلا حوالي 9 من أصل 45 أعمدة مصبوبة كاملة، وعندنا الروافد 10 روافد تم يعني صبها وجاهزة للرفع. بدنا نشتغل بأعمال الكروس بيم، إضافة إلى عندنا عدد الركاز وصل 237 من أصل 267. ووفقا لمستوى العمل ونسب الإنجاز الحالية، فإن وزارة الإعمار والإسكان تتوقع أن يتم افتتاح عدد من المشاريع منتصف حزيران المقبل، وأن المشاريع ستسهم بفك العقد المرورية في شوارع العاصمة، لأن اختيارها تم بعد دراسة وتخطيط لأكثر مناطق العاصمة اكتظاظا. كل المشاريع اللي نعمل بها الآن ضمن الحزمة الأولى وضمن توجيهات دولة رئيس الوزراء أنه العمل يتم بها وفق 3 شفتات، مثل ما نلاحظ اليوم جمعة عطلة والعمل مستمر على قدم وساق لغرض إنجازه ضمن الفترة الزمنية اللي تم تحديدها له. وهذا طبعا هو أسوة بكافة المشاريع الأخرى، واللي من المؤمل إن شاء الله احنا قبل منتصف عام 2024 سنشهد افتتاح العديد من هذه المشاريع. وتشمل المشاريع الحالية إنشاء مجسرات متفرعة لربط المناطق والتقاطعات، فضلا عن عدد من الأنفاق وتوسعة للشوارع، فيما ستخصص الحزمة الثانية التي ستعلن العام المقبل لفك الاختناقات في مناطق أخرى من العاصمة. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.